الموقف. نحن مع مطالب الناس، ما حدا بيقدر يزاد علينا بهذا الأمر. تاريخنا، مواقفنا بتدل من 92 لليوم. نحن ما بعتقد في حدا أكثر منا استعداداً للتضحية من أجل مصلحة الناس وكرامة الناس وبناء البلد والدولة. من قدم آلاف الشهداء دفاعاً عن هذا الوطن لن يبخل بجهد سياسي من أجل أن يعزز كرامة اللبنانيين وأمن اللبنانيين. نحن لا نبتغي شيئاً في عملنا السياسي، ولا نريد مكسباً ولا مغنماً، ولم نستخدم يوماً موقعنا السياسي من أجل لا مصلحة الحزب ولا مصلحة الأفراد. كل جهدنا، كل أدائنا، هاي المدرسة اللي بننتمي إلها هي مدرسة البحث عن مصالح الناس وأن نضحي من أجل مصالح الناس. هذا الأمر يوجب علينا أن نتكلم مع اللبنانيين بصراحة. يمكن البعض ما يقدر موقفنا هلأ، بس الأيام القادمة ستكشف له صوابية هذا الموقف. ينبغي الخروج من هذه الحالة التي نحن فيها، لأنه كل يوم يزداد الوضع تدهوراً، وينبغي وضع حد للتدخلات الخارجية الأمريكية. هون بين هلالين، لأن أنا بس أسمع فيلتمان بتذكر يعني بعض القوى السياسية كيف كانت تخاطبه بالعزيز، ومن كلنا بنتذكر دوره 2005 الفاشل، صح ما قدر يحقق غايته بإنهاء المقاومة، لكن خلق فتنة وصراع بين اللبنانيين وصل إلى حد حرب تموز من 2006. هلأ عم يرجع يأكد لنا بتصريحاته إنه كمان فاشل، لأنه لما بيحلل ما يحصل بالطريقة اللي حللها بيأكد أنه يجهل ما يجري في لبنان، بأنه بعده على فشله وعلى جهله. إذا كان فعلا هذه قناعته بأنه الذي يحصل هو إسقاط للمقاومة في نفوس اللبنانيين وإضعاف للمقاومة في نفوس اللبنانيين، بعتقد هذا بيطمن، لأنه عدونا لا يزال على غبائه ولا يعرف حقيقة مجتمعنا وحقيقة بيئة المقاومة ومدى تمسكها بخيار المقاومة. هو يتكلم بأمنيته، هذا الذي تحدث عن إنفاق 500 مليون دولار من أجل تشويه صورة المقاومة، هو نفسه يكمل نفس الطريق بأسلوب التحريض وبأسلوب التشويه وبأسلوب التشويش. المهم أن اللبنانيين يستفيدوا من تجاربهم، ما يصلوا إلى هذا الأمريكي ولا يراهنوا عليه. بعتقد قدامهم كثير من القوى اللي راهنت على الأمريكي، شافوا شو صار فيها من سوريا وإلى فلسطين إلى غيرها من الدول. الأمريكي لا يهمه مثل ما بيحكيون ترامب برسمالهم، بيهمه شيء واحد، بده دولار، بده مال، وإذا بيعني شيء بالمنطقة فهو أمن إسرائيل. وما تبقى هو محاولة توظيف واستغلال ونهب وسلب للثروات بأي وسيلة ممكن.